الدكتورة بسنت مصطفى طه الأول على الدفعة. بسنت مصطفى جبر، معيد مايكروبيولوجي اند اميونولوجي جامعة طنطا. خدت دبلومة على مدار سنة ونص، دبلومة مكافحة العدوى، كانت مفيدة جدا جدا. الجانب العملي فيها مميز جدا، المعلومات فعلا applicable و up to date، والستاف اللي بيدرس ممتاز ومتمكن، وما ندمتش لحظة ان انا اخدتها. شكرا. دكتورة وسام حاتم محمد الثاني على الدفعة. دكتورة وسام حاتم عامر، مدرس مايكروبيولوجي ومناعة كلية طب طنطا. أنا طبعا بشكر الأساتذة الأفاضل اللي درسوا لنا في الدبلومة، هي أفادتنا بمعلومات مفيدة جدا. أنا على المستوى الشخصي أفادتني في التخصص بتاعي كمايكروبيولوجي، وطبعا أضافت لي يعني جانب جديد، معلومات جديدة في مجال مكافحة العدوى، وأنا أعتقد إن هما من ألمع ومن أكفأ الأساتذة في هذا المجال، وإن هي فعلا يعني حقيقة عن تجربة هي من أكفأ ومن أقوى الدراسات المقدمة في هذا المجال، وأشكرهم شكرا جزيلا، وربنا ينفعنا بالعلم اللي احنا تعلمناه إن شاء الله. دكتورة منة الله سعيد الرابع على الدفعة. أنا اسمي دكتورة منة الله سعيد، أنا مدرس مساعد Public Health و Community Medicine كلية طب القصر العيني. جيت أخدت الدبلومة هنا. قبل ما أجي طبعا سألت في كذا مكان، بس كل الناس قالت لي هنا أن أفضل مكان Infection Control دبلومة هو المعهد هنا. وطبعا لما دخلت يعني لقيت فعلا عندهم حق، لأن الساينتفك ماتيريال بتاعتها up to date كلها، طبعا السورسز بتاعتها حاجات انترناشونال وحاجات ناشونال guidelines، وبعد كده الجزء العملي كمان بنروح مستشفيات وبنروح أماكن بنبص على البراكتيكال سايد او الجانب العملي، ان الكلام اللي هو دايما بنقراه نظري او بنشوفه كجايد لاين بيتطبق ازاي على مستوى طبعا يعني على الناشونال وايز يعني. طبعا يعني كان الجانب العملي ممكن يزيد شويه، ويبقى في جزء طبعا زي ما في بعض زمايلي قالوا في حفله التخرج، ان هو يبقى مور براكتيكال، ان احنا نعمله كمان بايدينا، او نقف في مثلا في لابس او كده نشوف السيكونسز بتبقى ماشيه ازاي، او الحاجات اللي احنا بنقراها بقى نظري معموله ازاي عملي. بس طبعا ما نقدرش ننكر ان الجانب العملي كان مغطي جزء كبير قوي من النظري اللي احنا اخدناه. طبعا كمان حاجه مهمه قوي طبعا مش عايزه يعني انساها، طبعا كل الاساتذه اللي درسوا لنا مش بس كساينتفك ماتيريال، لا كمان ككوميونيكيشن سكيلز وتعامل كويس معانا، وبصراحه ما قصروش اي لحظه حتى في الجانب العملي، كانوا بينزلوا معانا مش بس مثلا مدرسين او كده، حتى الاساتذه البروفيسورز كانوا بينزلوا معانا العملي. وطبعا شكر خاص للدكتور اسامه، وشكر خاص للدكتوره فاتن، وبرده عايزه اشكر برده السكرتاريه العاملين هنا في المعهد، بصراحه كلهم يعني برده الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتهم رائعه، والتعامل برضو في احترام ورسبكت عالي. مش عايزه انسى حد، بس هي والجروب طبعا اللي انا كنت فيه اللي هو جروب 23، احب اشكرهم لانه فعلا كان جروب رائع، وكان في تعاون ما بيننا، وكانت الدنيا كويسه الحمد لله. انبسطت على يعني مش بس يعني جزء عملي او جزء ساينتفك، لكن كمان انبسطت من التعاملات الشخصيه اللي كنت موجوده في المعهد يعني. بس شكرا.